الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا، أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الضرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش أي علاقة. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقة دخلت بس عقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان. طب الأسنان بيرتبط ارتباط وثيق بالبطن، وفي مرض مشهور جدا 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 في العالم كله في البطنة هو السكر. السكر بلا شك أشهر مشهور في الأمراض البطنية، أو واحد من أشهر المشاهير. السكر بيؤثر على كل حاجة في الأسنان. في دراسة أمريكية أظهرت أنه الناس اللي عندها مرض السكر سواء من النوع الأول أو الثاني عندهم فرص التهاب شديدة جدا في اللثة، فرص تساقط الأسنان بتزيد جدا. قالوا أن السكر مرتبط بتغير في خلايا معينة اسمها الميكروبيوم. الميكروبيوم دي في الفم تؤدي إلى ارتفاع خطر أمراض الفم والأسنان. الدراسة عملها ناس من جامعة بنسلفانيا ونشروا النتائج في السيل هوس وميكروبي، دي جمعية أو دورية علمية مشهورة جدا، ورصدت أنه كل المرضى بتوع السكر لازم يعملوا زي روتين شيك أب، لازم يكشفوا باستمرار على أسنانهم، لازم بشكل منتظم حتى لو ما اشتكوش. حتى لو ما اشتكوش ليه؟ لانه برضو مرض السكر ممكن جدا يبقى انسيدياس، يبقى متلصص، يؤثر على الاسنان بشكل متلصص. متلصص في الطب تعني من غير ما تشعر انت، من غير ما تاخد بالك، تفاجأ بالكارثه في الاخر، والتي يمكن ان تتجنبها هذه الكارثه اللي هي فقد السنان الكامل او بقى دمار هائل في الاسنان كلها، اذا كنت دائم الزياره ودائم الاستشاره لمنظومه طب اسنان، فاهمه تتعامل مع مريض السكر ومشاكل طب الاسنان فيه ازاي. النهارده حوار مثير للغايه في المنطقه المحيطه بعالم الاسنان، واكيد هنتطرق للثه ونشوف الجذور، وهنعيش مع قصص مثيرة جدا في واحدة من أمتع حلقاتنا على الإطلاق مع واحدة من السوبر ستار هذا المجال اللي بتسعدني دائما بحوارها الممتع وتبدع دائما في حكاياتها. النهاردة واحدة من حكاوي الدكتورة الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، ضيفتي العزيزة اللي بتنورني دايما. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا دكتورة. دايما بحب الانترو قوي قوي والله. جميل يعني. أنت من الناس اللي بتهتم بالبطنة، يعني بلاحظ أنت ذكرتي قوي ما شاء الله، في علاقة وثيقة علاقة وثيقة ما بين السكر وعندك والقسم. طبعا
طبعا، وامراض القلب، امراض الكلى، امراض الكبد، طبعا في علاقه وثيقه، ولازم الناس تبقى فاهمه ان الموضوع دوت ان حاجه بتؤدي الى حاجه. يعني لسه لحد دلوقتي الناس تقول طب انا ليه اعمل تحليل سكر، ليه اعمل سكر تراكمي، انا لا انا مريض سكر كده كده مش هينفعني العلاج. الموضوع دوت غلط. مريض السكر لازم يعمل كل 3 شهور السكر التراكمي بتاعه، لازم يهتم بصحته. احنا كلنا لو سيبنا نفسنا لحتى دور برد هيتمكن مننا وهيتحول لكحة. مفيش حاجة مهما كانت بسيطة نهملها ونقول ايه هي هتحل نفسها، لا لازم نهتم وندي كل حاجة حجمها علشان المشاكل ما تبقاش كتير. طب في اخر الحلقة خالص وانا بختم، فكريني اقول لك ان في حاجة تانية لا تقل اهمية ان لم تزيد عن السكر التراكمي، بس اقول لك في الاخر. أوكي. دي بتاعتي بقى. أوكي. يعني ايه جذور؟ جذور الاسنان. هو الموضوع دوت انا عايزه اوصله للناس. اول حاجه يعني ايه جذر الاسنان ويعني ايه علاج الجذور. اولا هو لازم الناس تستوعب ان كلها ان في مترادفات لنفس المعنى. زي ايه؟ زي تمويه العصب، علاج الجذور، حشو الجذور، كل الحاجات دي، كل الكلمات اللي فيها كلمه جذور هي مترادفات لبعضها. حشو الجذور هي حشو العصب، هما الاثنين حاجه واحده. لان الناس بتيجي تقول يعني ايه حشو جذور؟ يعني التسوس وصل للجدر، فلما وصل للجدر عمل تحسس او عمل حساسيه في العصب. فالعصب دوت عباره عن ايه؟ من الاول خالص عشان الناس تستوعب، العصب عباره عن اوعيه دمويه ومتوصل بيها خلايا حسيه. الاوعيه الدمويه والخلايا الحسيه دي لما بيحصل فيها التهاب يبقى فيه الم شديد، وممكن يوصل ان هو يجمع ميه تحته، يعمل التهاب، يعمل كل اعراض الالتهاب. تمام. المشكله اللي بتحدث للمريض ان هو بيبقى عنده تسوس، يسيبه التسوس دوت بيبقى نتيجه حموضه في الاسنان او حمضيه في الفم، يوصل للعصب. زي ما تحط حمض، حاجه حمضيه على جلدك، اكيد هتحس على طول بالتهاب. يحصل التهاب في العصب، فالعصب دوت ملوش حل غير ان احنا نشيله. نشيله يعني ايه؟ بعض الناس تقول بالبلدي نموته. احنا كدكاتره مش بنقول نموته، احنا بنشيله وبنحشي مكانه، فهو اسمه حشو للجدر. الحشو دوت لازم بيبقى ليه خطوات. ليه كل الناس عامله من علاج الجذور هاله كبيره قوي مخيفه، بيخافوا منه يمكن اكتر من الزراعه؟ يعني من كتر ما انا اتكلمت عن الزراعه الناس بقت متفهمه الموضوع ومستبسطاه قوي، يعني شايفاه بسيط. لكن العلاج الجذور الناس بتقول لك انا هتموتيه، يعني انا همشي من غيره. ايوه، هو حضرتك ده وصل الى مرحله هو لازم نشيله ونحط مكانه ماده بديله. يعني هو يمشي من غيره؟ ايوه هيمشي من غيره. يعني الناس خلطه ما بين عصب السنان وبين العصب الوجه. يعني هيجرى لي ايه بعد ما اشيل العصب بتاع السن؟ يعني انا هحس بايه؟ يعني انا هبقى تعبان اكتر؟ لا، ده انت التعب هيتشال من عليك. فنعرف كده بالراحه التسوس مثلا شكله ايه، او امتى التسوس بيكون كتير قوي. التسوس لما بيكون كتير بيبقى واخد اكتر من سطح في السنه، يعني واخد مثلا من فوق، من الجنب اليمين، من الجنب الشمال، ممكن ياخد من بره من عند الخد، من جوه من عند اللسان. ده شكل تسوس وارد ان التسوس، وفي حاجات اكتر كمان من كده، ان الضرس بيبقى مفتح من كل الاتجاهات. التسوس ده مثلا تسوس بسيط خالص، ده يا دوبك واخد الفيشرز بتاعه الاسنان، يعني الرسم اللي ربنا عامله جوه الضرس اللي هو بيؤدي ان احنا نعرف ننضغ. تجاويف الاسنان. تجاويف الاسنان. الدوت لو سبناه هيحصل ايه؟ هيحصل ان ده مثلا شكل الحشو الابيض مع او الحشو الاسود، اكيد الفرق ما بينهم واضح، والفرق ما بينهم فعلا ملفت، اللي عامل الحشو الابيض واللي عامل الحشو البلاتين. التسوس دوت اول حاجه بيبدا ازاي؟ نجيب كده من الاول خالص علشان الناس تستوعب النقطه دي، لان النقطه دي الناس مش قادره تستوعبها. احنا عندنا الفم في حاجه اسمها pH. يعني ايه؟ يعني معامل حمضيه. بالظبط. احنا دوت بيبقى من 0 ل 14، المفروض ان انت تكون 7.5 بالظبط. طب انت لو اقل من 7 حمضي، اكتر من 7 قلوي. الوضع بقى اللي عند الناس ايه؟ الناس اللي عندهم كيرز انسيدنس، يعني معدل تسوس عالي، بيكون عندهم اقل من 7، البي اتش اقل من 7، فاللعاب حمضي فعمال ياكل في الاسنان حتى لو ما كنتش انت واكل حاجه حمضيه او حاجه مسكره.
فبينتج عنه، يقول لك انا والله بغسل اسناني حضرتك البي اتش بتاعك قليل، دي حاجه زي واحد عرقه كتير واحد عرقه قليل، واحد دي حاجات اختلافات فرديه دي بتاعت ربنا، يعني مش احنا مش بنحاول ان احنا نغيرها، احنا بنحاول نعدل فيها شويه. في امراض بطنيه بترفع بتغير برضه البي اتش، مثلا ارتجاع المعده ما ده بيرفع بالظبط كده. فاحنا دلوقتي لو من 7 ل 14 الاسنان مش هتبقى مسوسه، بس معدل ترسيب الجير بيبقى عالي جدا. يعني لو واحد مثلا طلع 11 ده يعني ايه قرب ال 14، يعني كميه الحموضه كميه القلويه عاليه جدا، قلويه يعني ترسب جير بطريقه جامده قوي. يعني الشخص ده هتلاقي ما عندوش ولا ضرس مسوس لكن عنده كميه جير ضخمه جدا. ده عيبه ايه؟ ان الجير بيعمل لخلخه في الاسنان وبيعمل التهابات في اللثه. ده موضوع تاني. نرجع للاولاني، طيب البي اتش او الحمضيه داخل فيها ايه؟ او نعمل فيها ايه علشان نهزم احنا القصه دي؟ اكل الحاجات المسكره. طبعا مش احنا مجرد احنا بناكل حاجه مسكره اسنان بتسوس، لا، الديورابيليتي بتاعه الحاجه المسكره، قعده الحاجه المسكره في الفم. الجسم علشان يعادل السكر اللي انت كله اللي انت كلته بيقعد ساعه على ما يرجع للبي اتش الطبيعي بتاعه او للرقم 7. طيب انت عشان خلصت انت الحاجه المسكره واخدت ساعه، جيت بعد الساعه دي شربت كوبايه شاي بسكر كتير خدت ساعه كمان، جيت بالليل قبل ما تنام كلت حاجه مسكره ونمت، معاك كذا ساعه بقى. ليه؟ لان اللعاب بيقل واحنا نايمين. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه نقلل الحاجات المسكره. عايز تاكل مثلا حاجه مسكره خد كله مره واحده، بلاش كل ساعه تدخل حاجه مسكره، دي اول موضوع. تاني موضوع إيه؟ لو كلت حاجه مسكره وعايز البي اتش يعدل بسرعه بتاع البق، كل حاجه فيها منتجات البان زي الزبادي زي الجبنه زي اي حاجه فيها معدل فيها منتجات البان بتساعد البي اتش ان هو يرجع لرقم 7 بسرعه. ده حط عليه بقى ان احنا ما بنغسلش اسناننا، ما بنستخدمش الطريقه المثاليه للتنظيف حوالين الاسنان. احنا دلوقتي وصلنا لحفره كبيره جواها بواقي اكل، بواقي اكل دي هتحمض، الحمضيه دي هتوصل للعصب، العصب ده هيحصل له التهاب. الحل الاوحد هو ان احنا نشيله ونحشي مكانه بماده مقاربه في التكوين والجسم بيتقبلها ما بيرفضهاش. طب الهاسل اللي داير في الدنيا كلها، انا كل ما اعمل علاج جذور باجي بعد شهر ولا اتنين بخلع الدرس، دي فلوس على الارض. لا يا فندم، هي مش فلوس على الارض، هي القصه كلها ايه؟ زي بتقول انت كريت الايه الفتله من الفستان مثلا، الفتله اللي بتتكرر انت حضرتك مش مهتم ورحت للدكتور وانت بتعاني من خراج، فالقصه دي انت رايح باعراض. خراج يعني ايه؟ العصب اتحلل، جمع الليكويفيكيشنز بتاعه العصب جوه في العظم، ابتدى ياكل في العظم نفسه اللي تحت، ده الخراج. رحت للدكتور، دخل من خلال الضرس نظف العصب، دخل لحد الخراج، عمل حط مواد تعقيم قويه جدا، عقمنا بمواد كيميائيه، عقمنا بليزر، عقمنا بكل حاجه، وقفلنا كويس جدا جدا جدا. دي حاله. حاله تانية واحد راح بالتهاب عصب بس من غير خراج، فاحنا عملنا نفس الخطوات. ده مثلا واحد جاي اصلا الصوره اللي على الشمال ادي الخراج، عايزين ننظفه والعصب لسه موجود، الخط الاسود ده هو العصب، نظفناه وصلناه للمرحله اللي في اليمين. طيب حضرتك متصور ان السكسس ريت لما تجيلي بخراج هيبقى نفس السكسس ريت من غير خراج؟ مستحيل مستحيل، ده غير ده، دي اللي بتعمل مشكله. اللي بتعمل تاني مشكله هو ان بص حضرتك مثلا في الجنب اليمين، بص اللون الابيض اللي جوه القناه، بص مقفل ازاي وواصل لحد الجدر اخر الجدر ازاي، هو ده التقفيل الجيد. لازم تقفل الطريق، لازم تطهر القناه كويس جدا، لازم تقفل كل المسارات الهواء، ما ينفعش الهواء او اللعاب يعدي جوه الجدر تاني جنب الحشوه، وانس ان هو عدى بيحصل زي اسموزس بيتسحب لاكتر. ده مثلا كيس، الكيس ديت فضلنا نسيب الالتهاب لحد لما وصل لسيست كبير جدا، هنضطر ان احنا نشيل السيست الكبير ده بعمليه. طيب احنا من الاول كان المفروض نعمل ايه؟ من الاول خالص نهتم بنظافه سناننا، نروح للدكتور كل سنه، وانس ان احنا نحس بشويه التهاب او وجع مع المسكر او مع السائع او مع السخن نجري على الدكتور قبل ما نوصل لمرحله هتتعالج في كل الاوضاع، في كل الاوضاع هنعالج، بس السكسس ريت بيفرق.
لما احط لك حشوه تعيش معاك العمر كله، غير ما احط حشوه هتقعد 3 4 سنين. ده مثلا التهاب وصل ان هو عمل زي كيس تحت الضرس، الكيس دوت مع الوقت بيتملي صديد، يدخل يبدا بقى في الاعراض بتاعه الخراج، يبدا ان في بريشر في العظم، يبدا يفتح من بره مثلا بعين او بعدسايه. العين دي بتطلع ايه؟ بتقوس باس. ليه؟ عشان يعمل ريليف. طب حضرتك كنت فين كل الخطوات دي؟ يا اما انت متاثر قوي كده ليه؟ فكره ده ريجولر، ده كل يوم. لا انا بخاف من الحاجات دي جدا. هو القصه عشان احنا الخوف، عشان انت يعني جايباها بالراحه كده لكن صادمه. والناس بتوصل للمرحله دي كتير، مش لا هو كلهم بيوصلوا للمرحله دي يعني، الا القليل اللي بيجي يعالج في المرحله اللي بدري. بس المرحله دي ممكن كمان ما يجيش ونوصل للمرحله بقى اللي بعدها، ان الخراج ده يفتح العظم ويعدي ب ب ب ب بمسار. المسار دوت اسمه فيستولا، بمسار. المسار دوت بيوصل في الاخر ان هو يفضي في اللثه، بالناس بتسميها عدسايه او عين، دي بتطلع صديد. طيب كنا فين ده كله؟ يا اما كان بياخد مسكنات ومضاد حيوي لاي وجع تاني في جسمه، يا اما قوه احتماله عاليه ووصلنا لهذه المرحله. يعني دي كلها مسارات الخراج او احتمالات الخراج. ديت العين او العدسيه اللي كنت بتكلم عنها. الناس بقى عاده بتيجي في المرحله دي، هو انا في سهلة عين، لكن دي وراها كارثه. طبعا عندكم انتوا مشكله انه الحاجه بتبقى وراها كارثه ومش باينه، صح؟ طبعا. ليه؟ لان دايما الوجع بيبقى خفيف وعلى مهلنا. لما العيان بيبقى جاي مش قادر انام، انا وصلت لمرحله ورم، ده بيبقى الموضوع كبر. بس الألم الأسنان مشكلته إن هو بيجي لحظي وينتهي، مش بيفضل يزن مثلا زي وجع الكلى، زي وجع واتيفر في الجسم. لا، يجي حاجة بسيطة كده فيفضل. أنت مثلا السائع فتبعد أنت عن السائع شوية، المسكر فتبعد عن المسكر على الضرس ده تاكله على الجنب التاني. لكن أنت لو خدت بالك إن ده كله ألارم لمشكلة، هتقدر إن أنت بالظبط. والموضوع كمان مش يعني ما عادش صعب زي زمان. يعني دلوقتي معظم الدكاترة شغالين طول اليوم تقريبا، معظم الدكاترة. ما عادش موضوع زمان كنا نسمع الدكتور بيروح من 6 لـ 9 زمان. دلوقتي ما اعتقدش الموضوع دوت موجود كتير، بقى الأكتر الناس شغالة وقت أطول. فالموضوع ما بقاش صعب زي زمان إن أنت تروح لدكتور في ميعاد معين، بس الخسائر بتبقى أكتر. اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى الهاسل بتاع اعمل علاج جذور ليه لما كده كده هيطلع لي خراج عشان خاطر قريبي عمل كده وانا عملت كده وفي الاخر خلعت الضرس. لا، هو مش خلعت الضرس لسبب واحد خلعناه، او حصل لاكتر المشكله لاكتر من سبب. اول سبب، الكيس باديه من ايه؟ باديه بخراج ولا باتنين ولا بايه؟ المرحله اللي بادين منها ايه؟ الدكتور اللي شغال بروفيشنال ولا لا؟ طهر القنوات كويس قوي ولا لا؟ عشان كده علاج الجذور بياخد وقت شويه، لان الدكتور اللي شغال بيقعد يغسل باكتر من ماده كيميائيه لحد لما الحاجه يعني العصب الجدر نفسه يبقى نظيف جدا، ويجرب ويدخل فيه حاجات، والحاجات دي بيختبرها، بيدخل فيها زي حاجات بتنشف من جوه ويختبرها ويشوف القصه فيها ايه. بعد ما يخلص ويحشي يتاكد ان مفيش اي هواء داخل، يتاكد ان هو بيل سيلد قافل تمام، ويصور كذا فيلم اشعه. بعد كده ممكن جدا نحط مسامير. المسمار ده المسمار بتاع الضرس غير مسمار العظم، عشان الناس برضو بتلخبط تفتكر ان المسمار دي كلمه واحده. لا، مسمار العظم اللي هو الزرع، مسمار اللي في الجدر اللي هو شكل المسمار ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. المسمار ده المفروض يدخل لحد نص او ثلثين الجدر علشان يعمل له تقويه. لان الناس اول ما تسمع كلمه هتعمل لها مسمار ودعامه تقول لك ايه ده، لا بلاش لحسن يضعف الضرس او يكسره. يا فندم ده مسمار ودعامه، ده دعامه، دي حاجه بتقوي مش بتضعف. ده انا لازم اعمل الدعامه دي لو الضرس ده فاقد الوولز، معظم الوولز اللي موجوده. العيان لما بيوصل للمرحله دي يعني دي لازم نقفل كويس جدا جدا، ولازم يبقى كل ما فيش اي مسارات هواء، ويكون التسوس اللي فوق نفسه في الضرس متشال، لازم يكون الوضع مستقر مقفل من كل حاجه. لو دخل ميه او لعاب يبقى احنا كده رجعنا نقطه الصفر، ان الحمض او اللعاب هيدخل، بواقي الاكل هتعدي، هيوصل لحد تحت، هيتعفن، هيعمل خراج، يبقى احنا ما عملناش حاجه. لازم نوصل للمرحله دي. فاحنا دلوقتي نظفنا كويس جدا وقفلنا كويس قوي، حطينا مسمار ودعامه.
هو ده علاج الجذور. يبقى علاج الجذور هو حشو الجذور، هو تمويه العصب. طب ايه المخاطر بتاعته وايه الفوائد بتاعته؟ الفوائد ان ما عادش فيه وجع، ان احنا شلنا بؤره بكتيريه موجوده في المكان تؤدي الى خراج بعد فتره. دي المخاطر. طيب احنا دلوقتي لو عايزين نتكلم، احنا لو وصلنا للمرحله دي ايه المرحله المفروض تليها؟ هل احنا كده خلاص كل حاجه بقت تمام؟ لا، احنا الضرس ده فقد الحياه، يعني ما عادش عنده نفس القوه بتاعه الضرس العادي، فلازم يركب له طربوش. فتيجي الناس تقول ايه، طب ما خلاص الوجع راح، مش عايز بقى ولا طربوش ولا عامل ولا عايز اي تعاملات، كده كفايه. هنتفاجئ بمشكله، ان حضرتك ممكن جدا وانت بتاكل تلاقي الضرس طالع في ايدك مكسور. ليه؟ لان في حاجه اسمها ريسبونس. الريسبونس ده يعني احنا كلنا رد فعل. احنا كلنا مثلا اكله فيها حاجه ناشفه زياده، حمصايه ناشفه اسمها طوبه في اي اكل، وارد انها تيجي تحت ضرسك. الضرس ده لو ميت ما فيهوش ريسبتورز تستقبل الحدث، تستقبل ان في حاجه ناشفه، فالضرس ممكن يتكسر وانت مش حاسس لان ما فيش وجع. طب الناس اللي ضرسها مش معمول علاج جذور ايه اللي بيحصل؟ ان اول ما ناكل حاجه ناشفه في ريسبتورز بتوصل، العصب بيبعت اشارات للمخ على طول، افتح بقك، افتح العضلات دي كلها تفتح، او المفصل الفك يفتح. اول ما انت تفتح خلاص بيروح، ما بتكملش المضغايا اللي على الطوبه. لكن وانت عامل علاج جذور يعني العصب ميت ما فيش ريسبتورز، فبتفضل تكمل على الطوبه لحد ما الطوبه تقطم الضرس. فالريسبونس ده ما بقاش موجود. فوارد جدا تاكل حاجه ناشفه شويه تكسر الضرس وتخسره خالص. تيجي ناس تقولك ده اتكسر، والله باكل بسكوته. لا، هو مكسور، هو مشروخ من قبل كده، بس حضرتك تصادف وقوعه مع اكله البسكوت. جاءت القشه التي قسمت ظهر الضرس. بالظبط، ظهر. وبعدين ناس كتير تيجي تقول لك ايه، وانا بعمل مثلا بلساني كده حاسس ان هو زي مكسور او في حاجه بتلعب. طب ما هو ما جاش في البسكوته، هو اصلا ما اتكسر. هو لا، هو كان مستني ياكل البسكوته. هي ممكن يبقى مكسور انت مش حاسس، لان ما فيش ريسبونس خالص. المخ المفروض الضرس يبعت اشارات للمخ، المخ يقوم خلي البق يفتح، حتى دايما تقول لك اي ويقوم فتح بقه مره واحده. الريسبونس ده اتلغى. احنا بقى نعمل ايه علشان الريسبونس ده اتلغى؟ لازم نركب طربوش. الناس متصوره انا خلاص ما بقتش تعبان، انا مش متضايق، طب ايه لازمه ان انا اعمل البروسيس دي كلها؟ لا، هي لازمتها، بس مش هقعد اشرح كل ده بقى. لازمتها ان الريسبونس ده مش موجود، فممكن اي حاجه ناشفه او نص ناشفه تكسر الضرس، خسرناه، هنضطر ان احنا نخلعه. كنا خلعناه بقى من الاول، ما مشيناش في كل الستابس دي. فالصح ان احنا نعمل علاج جذور يجي ورا طربوش على طول. نورتيني. ربنا يخليك يا دكتور. ابدعتي كالعاده وامتعتيني. ربنا يخليك. جميل. خلي بالكم ان احنا عندنا حلقه من حلقاتنا او جزء من الحلقات هيكون البرنسبلز، الاساسيات، احنا شغالين في الاساسيات، صح كده؟ مظبوط. مع ضيفتي العزيزه المبدعه دائما الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد التي تبدع دائما في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.